اللہ رب العالمین نے پروٹوکول دیا ہے، اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، لیکن بہترین امت قرار دینے کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ تم بہترین امت ہو تو کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کیوں، وجہ کیا ہے؟ تم بہترین کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو لوگوں کو میری طرف سے، اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچی ہے، اگر ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اسی مقصد کو لے کر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. زیادہ آپ کا ٹائم لینا میرا مقصد نہیں، اس لیے سب سے پہلے میں تلاوت قرآن مجید سے اپنے اس کانفرنس کا آغاز کرتا ہوں. تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، آئیں اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن مجید کریں. حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وإن عليكم لحافظين كراما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس
شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.